ألم نجعل الأرض كفاتة؟ استفهام تقريري، مش إحنا جعلنا الأرض كفاتة ضامة لكم أحياء وأمواتا ومبعوثين إلى الحساب أمام الله الذي يقول إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا عبدا، لا ملكا لا وزيرا لا ضابطا لا رئيسا لا نبيا إلا آت الرحمن عبدا. لقد أحصاهم، الله أكبر، لقد أحصاهم وعدهم عدا. نعرف نعرف العدا دي معناها ايه؟ عدهم عدا، عدا دي اعرابها ايه؟ ما تقولش ما فيش مفعول مطلق مبين للنوع عدهم عدا، لقد احصاهم وعدهم عدا. الاول العبد، هنا بقى الايه؟ العبيد دول المعدودين دول اللي ما غيرش منهم حد ابدا ولا يعرف مكان يهرب فيه. يحصل ايه اللي يحصل؟ وكلهم اتيه يوم القيامه فرقا. وكلهم اتيه يوم القيامه فرقا، لا يغيب احد. طب هيغيب فين؟ الارض والجبال موكله مبسوطين، ما فيش حاجه تستخبى فيهم، لا جبل ولا قلايل ولا ورا ايه؟ ابدا ابدا. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. تعرف بيخليها ازاي؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، فراغ المبثوث يعني المنتجب، وتكون الجبال كالعهن. العهن يعني ايه؟ الصوف. العهن يعني الصوف. وتكون الجبال كالعهن، العهن هو المخزون المنسوب زي كده يعني؟ قال وتكون الجبال كالعهن المنفوش. عارفين منفوش يعني ايه؟ الوضع الهباء، طالع كده هباء، صوف هباء لا يمسك ولا تسمعه اليد وانما تحيط به العين فقط. هم هاخذوا لك هاخذوا يا واد هاخذوا. وتكون الجبال ها كالعين.